طيب طلاب رح نحكي اليوم عن الهندسة التحميلية. بالإنجليزي بنقول analytic geometry. بالهندسة التحليلية بنهتم بمفاهيم مثل النورم الطويلة length، النورم ممكن نسميه بالعربي النظير، length بنسميها الطويلة، الطويلة هو مفهوم يخص الشعاع. رح كمان نشوف مفاهيم مثل angles يعني الزوايا بين الأشعة، راح نشوف كمان مفهوم التعامد، التعامد اللي هو الأورثوغونال، طيب خلونا نبدأ بالنور النظيم أو النور. النورم يمكن النظر له على انه تحويل خطي على فراغ شعاعي، يعني النورم دائما يعرف على فراغ شعاعي، فليكن لدينا فراغ شعاعي V، وهذا الفراغ الشعاعي يحوي الأشعة بصغير. نعرف النظيم طبعا يرمز له على شكل قوسين من خطين متعامدين مثل ما رمزنا بالمحاضرة الماضية للتحويل الخطي على انه phi of v انه هو تحويل خطي يطبق على الشعاع v. كمان فينا انا اقول هيك اكتب v بين القوسين انه هذا النظيم للشعاع v، فهذا النظيم اللي هو تحويل خطي يطبق على الأشعة اللي محتواه في الحقل الشعاعي V، فبيكون منطلقه الحقل الشعاعي V وبيكون مستقره مجموع الأعداد الحقيقية، يعني نتيجة حساب النظيم راح تكون عبارة عن قيمة حقيقية وليس شعاع. إذا نحن نقول إنه كل شعاع V في الفراغ الشعاعي بكبيري راح يتحول الى عدد حقيقي اللي هو نظيم V، تمام؟ وهذا نظيم V هو ينتمي الى R. النظيم له ثلاث خواص، خواص النظيم. هذول خواص كثير مهمين رح يلزمونا كثير بتعلم الآلات. الخاصية الأولى التجانس المطلق. التجانس المطلق. التجانس المطلق يعني إنه لو ضربنا الشعاع ب بعدد ثابت لمدة فرح يبدا الشعاع. لو اخذنا النظيم بهذا الشعاع فهذا رح يكون نفسه، لو كنت اخذ انا النظيم الشعاع ب وضاربه بالقيمه المطلقه للعدد الحقيقي لمدة. اذا لا تنسى انه في تنتمي الى في كبير ولمدة تنتمي الى ا، تمام؟ هاي بنسميها خاصية التجانس المطلق. في خاصية أخرى، خاصية التراجع أو خاصية المتراجعة، واللي فيها لو عندي أنا شعاعين X زائد Y كل من X و Y ينتمي إلى B، فالنظيم لـ X و Y هو دائما أصغر أو يساوي نظيم X زائد نظيم Y.
اكيد اكس وواي تنتمي الى الفراغ الشعاعي. هي اشعه من الفراغ الشعاعي. شو اسمها الخاصيه؟ خاصيه التراجع. ممكن نسميها احيانا خاصيه التسليس او خاصيه المثلث او ممكن المتراجع المثلثي، لان هي نفسها خاصيه اللي بتحققها اضلاع المثلث. ما بتعرفوها شو خاصيه اضلاع المثلث؟ انه مجموع الضلعين اصغر، الضلع الثالثي يعني اصغر من مجموع الضلعين الاولى والثانيه المثلث. اي نفس الخاصيه محقق طبعا. الخاصيه هلا اذا هون واحد اثنين، فينا نقول هون اثنين خاصيه المثلث طبعا المتراجعه المثلثيه. ثلاثه خاصيه التعريف الايجابي. تعريف الايجابي، ماذا نعني بالتعريف الايجابي؟ ان النظيم لاي شعاع اكس دائما اكبر او يساوي الصفر. بوزيتيف ديفينيت، معرف ايجابي، معرف وايجابي. اذا كان اكس يساوي صفر، يعني نظيم الشعاع اكس يساوي صفر، هذا يعني ان الشعاع اكس هو الشعاع الصفري بالاساس. ما عدا ذلك هو موجب، يعني النظيم دائما موجب الا اذا كان الشعاع هو صفر. اي هيك معناتها. طيب ناخذ مثالين. في هدول المثالين راح نتعرف على نوعين من النظيم. النوع الاول راح نسميه، رح نتعرف على نوع من انواع النظيم اسمه الـ N1 norm. L1 norm، النظيم من الدرجة الأولى فرضا. في له تسمية بالإنجليزي Manhattan norm. Manhattan norm. إذا كان لدينا الشعاع X يساوي من X1 حتى XN ينتمي إلى الفراغ الشعاعي V لا ننسى، فالنظيم للشعاع X نظيم منهاتن أو النظيم L1 ونكتب هيك واحد كصابن اكس، هذا شو يساوي؟ يساوي اكس واحد بالقيمة المطلقة زائد اكس اثنين بالقيمة المطلقة زائد اكس ان بالقيمة المطلقة. وفينا نقول تساوي مجموع من اي تساوي الواحد لان لاكس اي بالقيمة المطلقة ل اكس. طيب رح نشوف مثال على هذا الشكل. لو كان انا عندي فراغ شعاعي ثنائي الابعاد يمثل المستوى الاقليدي، تمام؟ ففيني اقول هذا المحور يمثل المركبي اكس واحد والمحور العمودي يمثل المركبي اكس اثنين. لو اخذت انا هذا الشعاع اللي احداثياته على اكس 1 تساوي 1 واحداثياته على اكس 2 صفر، تمام؟ شرط قيمة النظيم له نظيم منهاتن او L1، النظيم L1
اذا ال واحد يساوي الواحد. طيب اذا اخذت انا هذا السرعه على اكس 2 1 وعلى اكس 1 0، يعني هون هذا السرعه مركباته كان 1 0، هون هذا مركباته 0 1. كمان ال واحد بده يساوي الواحد في نفس الطريقة. هون هذا الشعاع كمان له النظيم يساوي الواحد، كمان هذا الشعاع النظيم له يساوي الواحد. تمام؟ طيب لو وصلت أنا من هون بين رؤوس هاي الأشعة بالخط مستقيم، نبدأ منهم من الربع الأول، هي النقطة اللي بالمنتصف هون ايش احداثياتها؟ نص 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 نص. فإذا كان الشعاع احداثياته نص نص، يعني هذا الشعاع شكل النظيف له كمان واحد. بشكل مشابه بنشوف انه كل الأشعة التي تنتهي عند الخط الأخضر النظيف إلى يساوي الواحد. فالخط الأخضر اللي رسمته هون أنا على شكل معين هو المحل الهندسي لجميع النقاط بالفراغ الإقليدي التي يساوي من أجلها النظيم الواحد يساوي الواحد، القيمة واحد، التي من أجلها قيمة النظيم الواحد يساوي الواحد. تمام؟ طيب ناخذ مثال ثاني. هلا رح ناخذ النظيم الاقليدي. هذا النوع الثاني. ايه مثال اخر، هاي مثال واحد، هاي مثال اثنين. النظيم الاقليدي. ليش سمينا النظيم الاقليدي؟ بنفس التسمية اللي بنسمي فيها المسافة الاقليدية. ليش بنسميها المسافة الاقليدية؟ كمان هون لأنه هو عمليا عم يحسب المسافة الاقليدية بين بداية الشعاع ونهايته. طيب بالانجليزي بنقول يوكليديان نور. اليوكليديان نورم له نفس الترميز للمنهات النورم ولكن بالدليل او الفهرس 2 بدل 1. هذا يساوي اكس 1 اكس 1 مربع زائد اكس 2 مربع زائد اكس ان مربع والكل تحت الجذر. يعني فينا نقول انه هو تحت الجذر اكس 1 مربع. هلا انا حطيت الاشاره القيمه المطلقه لانه راح نستخدمها لاحقا، هي ما راح تغير حسابيا بالقيمه ولكن رح نرجع نتذكرها. تربيع الاكس ولا القيمة المطلقة حاطة؟ القيمة التربيع ما بتفرق، يعني كان القيمة المطلقة ولا ايش؟ طيب شيل القيمة المطلقة. نفس الشيء ما رح يفرق حسابيا، بس انا حطيتها لهدف يلا اذا بدنا نخرب فيها بنشيلها. هاي كمان هون التربيع. اكس 1 تحت الجذر، اكس 1 مربع، اكس 2 مربع، زائد اكس ان مربع، والكل تحت الجذر. تمام؟ أنا فيني أكتبها أيضاً إنه هي تحت الجذر لمجموع من آي يساوي الواحد لإن لإكس آي مربع. شو فيني أكتبها لسه كمان؟ إذا تذكرنا إنه شعاع إكس هو يكتب بهذا الشكل، هي تساوي شعاع إكس يكتب بهذا الشكل.
طيب هاي الاكس واحد مربع اكس اثنين مربع اكس ان مربع ما فيني اكتبها انا هي اكس واحد ضرب اكس واحد واكس اثنين مربع بكتبها اكس اثنين ضرب اكس اثنين صح طيب انا ما فيني اكتب الشعاع اكس واحد هالشكل هيك لاكس ان واكتب اكتبه كمان على شكل عمود من اكس واحد لاكس ان وصوت دائما وهذا تحت يعني عمليا هذا تحت الجذر x ترانسبوز x صح؟ اذا هذا ما يسمى النورم الاقليدي النظيم الاقليدي هون مش نظيما هذا ناخذ مجموعه القيم المطلقه بينما النظيم الاقليدي بناخذ مجموع مربعات القيم ومنقسم او ناخذ الجذر لاحظ انه النظيم الاقليدي او نظيم منهاتن بيحقق هذول الخواص الثلاثه جربت تحقق منهم بيحققهم كلهم طيب هذا نشوف الرسم البياني بطريقه مشابهه لو جيت انا اخذت محورين احداثيات في المستوى الاقليدي وقلت هذا اكس واحد وهذا اكس اثنين وبعدين مثلا شو هو مثال عن شعاع النظيم له يساوي الواحد كمان انا من نفس الطريقه باخذ هذا الشعاع اللي احداثياته واحد صفر هذا شقد النظيم تبعه الاقليدي واحد وكمان هاد واحد كمان واحد وبنفس الطريقة هاد هذا شقد احداثياته صفر ناقص واحد وهذا الشعاع احداثياته ناقص واحد صفر كلهم هذول النظيم تبعهم يساوي الواحد النظيم الاقليدي طيب بيناتهم هون ضمن الربع وين النقاط اللي بيكون النظيم فيها يساوي الواحد؟ يعني داخل مربع زائد المربع بده يساوي الواحد مجموع في مربعين بدنا ندور هلا مثلا على نقطة على أي نقطة مجموع مربعي احداثياته يساوي الواحد بدون تحت الجذر؟ لا واحد جذر واحد ما بتوقع فيه تحت لا خذ مثال النقطة الإحداثيات واحد على جذر اثنين واحد على جذر اثنين هو النقطة الجذر اثنين شقد جذر اثنين شقد واحد فاصلة ثلاثة واحد فاصلة أربعة واحد فاصلة أربعة كسور مقلوبة شقد صفر فاصلة سبعة كسور فحول هون الصفر فاصلة سبعة وهون الصفر فاصلة سبعة خذ النقطة هاي هذا الشعاع شقد مركباته هون واحد على جذر اثنين وهون واحد على جذر اثنين مربعهم نص زائد نص